تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. هلا خلينا بس نتذكر الاشي اللي احنا حكينا عليه في المحاضرة الماضية. احنا بالنسبة للمحاضرة الماضية اللي حكينا عليه في الديزاين للبيم كولوم، انه فعليا اللي حيصير عندنا انه في الفريمز، او مينلي انا عم بحكي عن الكولوم لما تكون تتعرض لمومنت، فبالتالي هي عبارة عن بيم كولوم ممبر. النقطة الثانية اللي بتصير انه بسبب الاحمال اللاترال لود مع وجود الجرافيتي لود، فبالتالي حيصير في عنا إزاحة في مراكز الفريمز. هلا بركز أنا أكثر على اللاترال لود، لأنه الإزاحة اللاترال بتكون أكثر من الإزاحة اللي بتصير بسبب الجرافيتي لودينج. فبالتالي بصير عندي إنه المراكز سنتر لاينز القديمة بتصير مختلفة، مع وجود إكسنتريستي حيصير في عندي قيمة دلتا، فبالتالي قيم الأكسيال لود حتصير تعمل مومنت، وهذا سميناه عبارة عن بي دلتا أناليسيس أو سكند أوردر أناليسيس. فاتفقنا في هاي الحالة انه حتصير المعادلات معادلات بين كولومز، لكن الاحمال اللي موجودين عندنا، انا مش عامل شير للسكرين، اوكي انا عم بحكي عنها. حكينا انه الاحمال اللي موجوده عندنا ما حتكون بتمر في المركز، فبالتالي ما دام الاحمال ما عم بتمر في المركز حيتشكل عندي سكند اوردر مومنت وسكند اوردر انترنال فورسز، حتى الاكسيال لود بيكون فيه له قيمه سكند اوردر. حنصير نعوض على معادلات البيم كولوم ايكويشنز اللي هي بتشمل انه قيمه الاكسيال لود على قوه تحمله في الاكسيال لود، زائد قيمه المومنت على قوه تحمل المومنت للممبر للمومنت، مجموعهم في النهايه مش لازم يتجاوز الواحد. هلا الكود اجى اعطى بعض التفاصيل الاضافيه، السبب انه ما دام انا عندي مناطق فيها تنشن ومناطق فيها كومبريشن، بالتالي ستريس مش موزع بالتساوي على كل المقطع، ففي نوع خلينا نحكي انه جزء من ستريسز ممكن زاويه او قطعه انه تساعد القطعه الثانيه قبل ما انه يصير فيها. فعشان هيك اجى حكى في حاله كانت قيمه بي التيمت على 5 بي ان مور ذان اور ايكوال تو 0.2، فاضرب المومنت جميعه في 8/9. هلا ال 8/9 تقريبا كانه احنا ضاربين بقيمه تقريبا 9/10، او باختصار كانه خلينا هاي بدون 8/9 وخلينا هاي 1/1. ففي المعادلتين سواء هاي او هاي تقريبا كانه اعطى 10% زياده بالنسبه لقوه المومنت. مش مشكله، المهم هدول المعادلات اللي احنا بدنا نستخدمهم، وهدول عباره عن التعريفات اللي موجوده فيهم، وهي عباره عن الرسمه اللي موجوده زي الانتراكشن دايجرام بين الاكسيال لود على 5 بي ان وبين الالتيميت مومنت على 5 ام ان. طبعا هاي عباره عن 2 دي، يعني لما يكون البيم او الممبر عم بتعرض لمومنت فقط على اتجاه واحد. هاي هلا اللي انا قصدتها انه لما يكون انا عندي، لو اخذت سمبل سبان جدا بسيطه عليها اكسيال لود وعليها ديستريبيوتد لود، البيم عليه اسم ديستريبيوتد لود، فبالتالي الاكسيال لود في الوضع الطبيعي احنا بنحكي ما بيعمل مومنت، لكن لما تصير قيم الديفليكشن عاليه او قيم الديفليكشن لها فاليو معين، فبتصير في الاكسيال لود يعطي تاثير كبير، بحيث انه بيعمل لي مومنت اضافي اللي هو سميناه سكند اوردر اناليسيس. وهي عباره عن رسمه ثانيه. هلا بدي اورجيكم بس بشكل سريع كيف توجه كان الكود القديم. توجه الكود القديم كان بهذا الشكل، انه قيمه المومنت السكند اوردر حتساوي قيمه المومنت الفيرست اوردر از نانس واي، اذا بتتذكروهم اللي كنتوا تاخذوهم في الانشاءات، مضروبه فاكتور بيتا 1، زائد قيمه المومنت السوي مضروبه فاكتور اللي عباره عن بيتا 2. وفي معادلات طويله زي ما انتم عم بتشوفوا هيك، هذول كلهم عباره عن معادلات على اساس نحسب موضوع البيتا 1 والبيتا 2 اللي موجودين لكل المقاطع، اللي هم انا عم بظهر لكم اياهم في الوقت الحالي. يعني هذول هاي المعادله الاصليه، لكن تطبيق بيتا 1 وبيتا 2 لهم معادلات كثير. هلا اللي انا بدي اياه هي عباره عن هاي الرسمه، على اساس بعدها بدي ارجع لحل الاكزامبل. هاي الرسمه انا مش معني في التفاصيل اللي انتم شايفينها، موضوع السوي والنون سوي، لكن انا معني في شيء ثاني. هلا نطلع على هذا الفريم، هذا الفريم في الشكل الطبيعي، هذا الديفليكتد شيب للفريم. ليش هيك شكل الديفليكتد شيب؟ لانه احنا في العاده ما بنرضى نعمل الكونكشنز اللي موجودين هون از بن كونكشنز، بنعملهم از ريجيد كونكشنز. السبب
على لما تكون rigid connections فالمومنت بيتوزع على negative moment مع positive moment. ما دام هاي طبعا لازم تكون الزاويه غير شوي صغيره. ما دام هاي rigid connection معناها في مومنت موجود على طرف هذا البيم بده ينتقل على هذا العمود، فبالتالي هذا العمود حيكون عليه axial load بالاضافه للمومنت. هلا نطلع على الديفلكتد شيب اللي موجود هون، معناها الاكسيال لود اللي هون بمر في مركز العمود قبل وضع الاحمال، لكن لما انا احط الاحمال ويصير هذا الديفليكشن او يصير هاي الديسبيسمنت فبالتالي هو ما حيمر في الاحمال. هاي القيم صغيره، هاي القيم تخيلوا انه حتى بسبب الجرافيتي لودينج انا في عندي ازاحات وفي عندي سكند اوردر اناليسيس، هاي القيم بشكل عام ما بتكون كبيره. هلا نطلع هاي بسبب اللاترال لود، يعني كانه هذا الفريم تعرض للاترال لود هيك فبصير عليه ازاحه بهذا الشكل. فبصير عندي انه اللود اللي موجود هون كمان ما بمر في المركز اللي موجود هون، فحيتشكل كمان مومنت اضافه. هلا احنا اللي انا ريحتكم منه انه كل الشغلات حنصير نعملها باستخدام برنامج جسا، انه انا حاخذ الفريم احط عليه الجرافيتي لود واحط عليه اللاترال لود والبرنامج يحسب لي كل شيء لحاله. لما انا كنت اشتغل في المحاضره وكنت احيانا اعمل شغلات ابروكسيميت، شو يعني اعمل شغلات ابروكسيميت؟ كنت اعمل انه هاي الازاحه اللي هون وهاي الازاحه اللي هون اللي ما بيلتقوا في نفس النقطه كنت افرضهم انهم عم بيلتقوا على نفس النقطه عشان اجمعهم جمع جبري، عشان ما اصير اجي احكي والله مين الكريتيكال، هاي اللي هون ولا هاي اللي هون مع هاي اللي هون. على العموم بس يعني انا بحكي لكم انه يعني هلا باستخدام يعني هاي الطريقه من التدريس باستخدام الساب حيكون بالنسبه لكم اريح بكثير في الحسابات. بدنا نرجع هلا مع بعض على الاكزامبل اللي احنا اخذناه خلال المحاضره الماضيه اللي هو هذا الاكزامبل. اتفضل اخي دكتور. صباح الخير. طب دكتور بدي اسالك يعني لو في الامتحان مثلا لو رجعنا للجامعه ان شاء الله كيف بدنا نشتغل؟ يا بنروح كلات بنحجز مختبر حاسوب او بطلب منكم تجيبوا لابتوباتكم. يعني كمان حتى في الامتحان حنشتغل على الساب 100%. لا خلص خلينا نتوجه انه احنا ما دام بلشنا بهاي الطريقه بتصور يعني مش منطق انه احنا في ستيل ستراكشرز اضيع 3 محاضرات ل4 محاضرات اعلمكم اناليسيس انشاءات. انا هلا هون باستخدام برنامج الساب بورجيكم كل شيء وكل شيء بده يكون واضح والنتائج اكثر دقه. تمام دكتور. ماشي. مجدي عندك سؤال؟ مجدي ودانا، مجدي بالاول بعديها دانا. انا قصه الديفليكشن اللي حكيتها قبل شوي اللي جمع جبري ما فهمتهاش. اوكي. هلا طلع معي. هلا انا لما كنت اشتغل في المحاضره كنت احسب قيم دلتا بسبب اللاترال لود، واعلى قيمه دلتا بسبب اللاترال لود هي هون. صح؟ اوكي تمام. بعديها اجي احسب قيمه الدلتا بسبب الجرافيتي لود. طبعا انسى البيم، انا عم بحكي عن الكولوم. اعلى قيمه الدلتا بسبب في الكولوم هي هون. اوكي بسبب الجرافيتي لود. طب هلا قيمه الدلتا ماكسيموم وينها؟ هل هي هاي زائد هاي ولا هاي زائد صفر؟ فأنا شو كنت أروح أعمل؟ كنت أروح أجمع هاي زائد هاي. هل هذا الإشي صح؟ أنت شايف الإشي اللي أنا عم بحكي عنه؟ شايف دكتور، بس آخر إشي تجمع اللي فوق مع النور. أيوة آخر إشي أنا اللي كنت أعمل في المحاضرة إنه أنا أجمع اللي فوق مع اللي في النص، هل هذا الإشي صح؟ طبعا لا. اوكي هل هذا الاشي كونزرفاتيف؟ بدخلنا بامان اكثر. فانا هذا اللي كنت احكي للطلاب انه انا ما يعني فيش عندي معادلات ديفليكشن انه اصير اعوض ديفليكشن على مسافه اكس وهاي الامور اقعد ساعتين بس اطلع معادلات ديفليكشن، فانا كنت اطلعهم لهاي النقطه وللنقطه اللي في الوسط واحكي لهم من باب انه احنا نكون كونزرفاتيف حجم على القيمتين جمع. اوكي هاي بس النقطه اللي انا بحكي عنها. دانا تفضل. يعطيك العافية دكتور. الله.
دكتور بس بدي أسأل، هلا إذا كان في عنا مبنى كتير عالي فمش رح يزيد تأثير المومنتم تبع السكند أوردر؟ أكيد حيصير المومنت تبع السكند أوردر كثير عالي. هلا هاي الملاحظة ممكن تلاقوها في المحاضرات المصورة، لكن خليني أحكي لكم إياها بشكل سريع. لغاية تقريبا 10 طوابق بنقدر انه احنا نمشي باتجاه انه يكون في عندنا كميه بريسنج خفيفه. شو يعني كميه بريسنج خفيفه؟ انه انا اضيف بريسنج بحيث انه في اتجاه من الاتجاهات عباره عن بريست فريم، الاتجاه الثاني احاول اعمل مومنت ريستنج فريم او اعمل فيه كميه بريسنج نوعا ما قليله او منطقيه خلينا نحكي، بحيث انه انا احافظ على قيم دلتا معينه، لانه في الهاي ستوري بيلدينجز المباني المدعكه اللي كثير عاليه في تشيك انا لازم اعمله على الازاحه، بحيث السكند اوردر مومنت مش لازم تتجاوز قيمه معينه من الفيرست اوردر مومنت. هلا لما احنا نتجاوز ال10 طوابق او نتجاوز ال30 متر وندخل في رينج ال50 متر وال60 متر وال100 متر وندخل في رينج زي برج خليفه اللي هو تقريبا 800 متر او 850 متر، فموضوع السكند اوردر اناليسز ممكن تصير قيمتها هي عباره عن 500% من الفيرست اوردر اناليسز، فبتصير القيم جدا كبير بحيث المقاطع مستحيل انها تتحمل. عشان هيك اللي احنا بنعمله بنضيف مصطلح اسمه كور. ايش الكور؟ هو عباره عن شير وول موجود في المركز، وهذا الشير وول بده طبعا ممكن غالبا بيكون كونكريت ولازم يستمر من اول المبنى لاخر المبنى بحيث يعطي ريجيديتي كثير عاليه لاي لاترال ديفورميشن. فبالاضافه للبريسنج حيكون في عندنا كور موجود، وهذا الكور هدفه انه يمنع الديفورميشن. هلا انتم شايفين الشاشه اللي انا عم بعرضها صح؟ كثير بدي مع بعض اورجيكم منظر برج خليفه. هلا هي برج خليفه، بدي احكي هلا انا عن الكور. اوكي، هلا برج خليفه اللي انتم بتشوفوه اطلع على هذا الشكل اللي موجود هون. برج خليفه اطلع على هذا الشيء اللي موجود هون. هذا ببلش من الاساسات وموجود في كور. طبعا في العاده احنا بنعمل كور فقط في الوسط، لكن لانه البرج ارتفاعه كثير عالي فضافوا كمان زي شير وولز جدا ضخمه بامتداد الاجنحه اللي موجوده له. فهذا الكور بعطي يعني بعطي كميه بريسنج جدا خياليه بتستمر من القواعد لاخر المبنى من فوق. فهيك احنا بنكون عاملين ليميتيشن على موضوع اللاترال ديفورميشن. فاذا عملت انا ليميتيشن على اللاترال ديفورميشن تلقائيا قيمه السكند اوردر اناليسيس بدها تخف. تخيلت الشكل صح؟ بس انا كنت اسال انه السكند اوردر مومنت مش ممكن يعمل لي شيء زي نفس تاثيره، يعني المومنت اللي انا قاعد بحسب فيه يرجع ديفليكشن يعطيني مسافه يعطيني مومنت اضافي لانه هو بالاصل كثير عالي. اكيد 100%، عشان هيك حكيت لك بنعمل له ليميتيشن. يعني اعلى ليميتيشن انا كنت بعطيها في المحاضره، اكبر رقم بنحاول ما نتجاوزه انه ما يتجاوز السكند اوردر مومنت 30%، يعني يصير السكند اوردر مومنت عباره عن 130% من الفيرست اوردر مومنت. ممكن اوصله ل 150%، بس المباني العاليه الرقم بوصل 400% و500%. فعشان هيك يعني لانه هلا برج خليفه شايف كميه هاي الشير وولز اللي انا عم بحكي عنها لهي القطعه اللي في الوسط اللي احنا بنسميها كمصطلح كور، وهاي الوينجز اللي موجودين هون اللي هم عباره عن شير وولز ضخمين. معاهم كلهم اخر طابق بيتحرك حركه الذبذب اللي له اللي هي بناء على الرياح العاديه بيتحرك بحدود ال 50 سم. يعني الازاحه هذا اخر طابق اللي بيكون واقف هون حيكون يشعر بحركته اللي هي بحدود تقريبا ال 50 سم. فتخيل لو هدول الشغلات مش محطوطه. بالضبط. طب دكتور بما انك حكيت عن البريسنج، اذا عملت انا بريسنج جانبي اللي هو الفريم بريسنج، فهلا بعتبر كانه البيم اللي عنده بريسنج مش موجود نهائيا يعني على الكولوم، عشان انت احسب من وين جاي المومنت، فانا بلغي البيم اللي عنده بريسنج نهائيا صح؟
قصدك انه بعتبر انه هذا المي البيم ما بنقل مومنت على الكولوم صح؟ انه يعني خلص كأنه مش موجود 100%. يعني زي الصالة الرياضية الموجودة لو اخذنا اي واحد من الاعمدة هو متصل في فريم بريسنج في الاتجاه الاول وفريم امبريست مومنت ريستنج فريم في الاتجاه الثاني، فاحنا اعتبرنا ان المومنت جاي فقط من الفريم اللي بقطع الصالة الرياضية مش الفريم اللي في الواجهة 100%. اوكي تمام. اوكي نرجع هلا مع بعض هون الا اذا في حد عنده اي سؤال. اوكي نرجع هلا مع بعض هون، فهذا كان عباره عن اكزامبل سمبل سبورت بيم طوله 8 متر احنا اخذناه صح؟ دكتور صح تمام. عم بتعرض لاحمال متضاربه 50 كيلو نيوتن بير متر. طبعا انا هون كنت واضح إنه البيم is loaded about major axis، يعني المومنت محطوط على الميجر اكسس على أساس إنه فعلياً بده يصير عندي البريسنج لما أحطه على الماينر اكسس على أساس إنه يكون كل إشي في نص السؤال واضح، وعم بتعرض في نفس الوقت لأكسيال لود مقداره 100 كيلو نيوتن، فالمطلوب نفحص هل IPE 400 من نوع Ether 6 steel قادر إنه يقاوم هاي الأحمال ولا لا. يمكن إحنا المحاضرة الماضية كنا حاطين IPE 500، أنا مش ذاكر 100%. لا صحيح دكتور 400. اوكي كثير ممتاز تمام. هلا الخطوات اللي موجوده عندي كالتالي، اول خطوه بدها تكون بالنسبه لإلي انه احنا حنيجي في الخطوه الاولى نحسب السكند اوردر اناليسيس، فاجينا حسبنا مع بعض الفيرست اوردر مومنت طلع معنا قيمه المومنت 400 كيلو نيوتن متر، بعدها السمبل سبورتد فحسبنا قيمه الديفليكشن ف 5WL to the power 4 over 384EI. تمام، فبناء عليها طلع معانا الرقم عبارة عن 57.6 بالعشرة. دكتور EI ولا EI star؟ تمام، هي عبارة عن EI star. هلا لانه انا بلشت المحاضره الماضيه باي اي فخليت هذا الرقم على اي اي، هلا بعدها في الاكزام اللي بعده حروح اعوض الاي اي ستار. اوكي هون ما بتفرق كثير. ليش ما بتفرق كثير؟ حكيت لكم هاي الملاحظه المره الماضيه، البيمز لما تكون ديترمينت مش كثير قيم الديفليكشن بدها تكون عاليه، بناء عليها السكند اوردر اناليسيس مش كثير بتكون عاليه. انا بتفرق معي لما انا ادخل الكولونز بعين الاعتبار واتعامل مع تمام. هلا الرقم طلع 57.6 بالعشرة، اجيت قسمته على 1.35. ليش قسمته على 1.35؟ لانه انا الاحمال اللي مدخلها اللي عبارة عن W، اذا بتتذكروا حكينا هاي الاحمال هي عبارة عن ultimate load صح؟ صحيح. طيب احنا بنحسب الديفليكشن من ultimate load ولا من service load؟ service. فعشان هيك انا رجعت قسمت الديفليكشن على 1.35، شيل 1.35 تقريبا لما نكون نحكي عن 1.6 100% هي تقريبا بتطلع بحصه ال 1.35، فطلع معي الرقم عباره عن 42.6 mm. فهون كاتب لكم اياها كهند على اساس انكم تكونوا فاهمينها. فبعد اجينا حسبنا المومنت السكند اوردر اللي هو عباره عن المومنت الفيرست اوردر بلس الاكسيال لود بي مضروب في دلتا. يعني هي ممكن تريد من وين الواحد 1.35؟ اوكي هلا اللود كومبينيشنز 1.2 ديد بلس 1.6 لايف صح؟ صح كثير ممتاز. هلا مين نسبته عاده اعلى، الديد لود ولا اللايف لود؟ الديد لود. تمام، معناها لو انا حولتهم للود يعني بصيغه ديد بيطلعوا ما مجموعه 1.35% 1.31% 1.32% من مجموع اللود، يعني لو شلنا هذول الكومبينيشن تطلع ما مجموعه تقريبا بحدود ال 1.35، يعني كانه الالتيميت بتساوي 1.35 في اللود السيرفيس. اوكي تمام. اوكي فطلع معنا الرقم بالنسبه للسكند اوردر مومنت 405 كيلو نيوتن متر. 405 كيلو نيوتن متر يعني بحكي عن تقريبا
1% فقط زيادة على الفيرست أوردر مومنت. وبالتالي في البيمز حكيت لكم أحيانا أنه ممكن أنتم تستثنوا السكند أوردر أناليسيس. لهون في مشكلة؟ لعند هذا السلايد، هذا السلايد اللي احنا انهينا المحاضرة الماضية، في حد عنده مشكلة؟ احمد تفضل. اكيد بدي ارفع لكم اياهم على المودل، بس اكملهم مع نهايه الاكزامبل اللي حنبلش فيه اليوم. تمام، نرجع هلا مع بعض هون بعد ما حسبنا الاحمال بدنا نروح على بس سؤال. هلا احنا قاعدين نحكي عن البيم صح؟ احنا لما بلشنا شرح كنا حكيين انه في ليميتيشن على الديفليكشن تبع البيم صح؟ فكم قيمة هذا الليميتيشن؟ ال على 240 او ال على 360 حسب الشيء اللي بدنا ناخذه. طب يعني على فرض انه حلينا وطلع معنا اكثر من الليميتيشن ايش بنعمل؟ بنغير مقطع البيت. اوكي تمام شكرا. اوكي. هلا هذا البيم غير منطقي. لا بلاش احكي كلمه غير منطقي، لكن هو ممكن يكون غير منطقي كجزء من فريم، كبيم رئيسي كجزء من فريم. السبب ان انا عامله سمبلي سبورت. هلا احيانا اللي هم الجويس لا بيكونوا عباره عن سمبلي سبورت عشان ما يعملوا لي ابلاي تورك على البيم على اللي هو الفريم. ذكرين يوم ما طلبتوا مني انه انا اعمل زي محاضره ديسكشن بالنسبه لكيف بنوزع البيمز في الطوابق، حكيت لكم انه للمشروع حكيت لكم انه احنا بنحط الاعمده بعديها بنحط بيمز اساسيه بين الاعمده بعديها بنقطع في بيمز ثانويه. فوقتها حكيت لكم انه البيمز الاساسيه بنعمل الكونكشنز تبعهم عباره عن مومنت ريستنج كونكشنز، في المقابل البيمز الثانويه اللي حيكونوا بين البيمز الاساسيه بنعمل الكونكشن عباره عن هنج، لانه ما بدي تقاوم مومنت، لانه المومنت عليها معناها حيكون هو عباره عن دور على البيم الرئيسي. فهي في التشويس انا بقدر اعملها بهاي الطريقه. حكيت دكتور انت قبل شوي هذا البيم سمبلي سبورتد. سمبلي سبورتد عاده بنستخدمه للبيمز الثانويه مش للبيمز الرئيسيه. فعندكم مثلا في المشروع موجود مطلوب معاكم انه اقل مسافه بين الاعمده 8 متر. خلينا نفترض حطينا اعمده على 8 متر، معناها بدي احط بين الاعمده بيمز. هاي البيمز اللي بين الاعمده هي عباره عن بيمز رئيسيه. هلا بعد ما بقدر احط سلاب على سبان مقدارها 8 متر في ستيل، لانه بصير تكلفته كثير عاليه. فباجي بقطع، كيف باجي بقطع؟ باجي بحط كل مترين بيم ثانوي جالس على البيم الرئيسي. هلا هذا البيم الثانوي اللي هي الجويست 100%. هلا هذا البيم الثانوي او هاي الجويست لو انا عملت الكونكشن تبعتها مع البيم الرئيسي فيكس، في هاي الحاله حيكون في مومنت، بس المومنت اللي على نهايه البيم هو حيكون عباره عن تورك على البيم الرئيسي. فعشان هيك احنا بنروح بنعملهم سمبل سبان. يعني اذا بتتذكر يوم حكيت لكم انه انا باجي عند منطقه الكونكشن وبقص الفلانج بس بركب الويب. اوكي دكتور سامي. تفضل. اوكي هلا نكمل. هلا هون انا بدي ابدا في الحل، فانا بحاجه اني احسب قوه المقطع از كولوم وبحاجه احسب قوه المقطع از بي. الكولوم اكشن احنا بنسميه 5 بي ان حتساوي 0.9 ايرا جروس في اف سي ار. عشان احسب قيمه اف سي ار بحاجه ان انا احسب قيمه كيل اوفر ار اباوت اكس وكيل اوفر ار اباوت واي. اتفقنا انه قيمه كي دائما في البيم كولومز هي 1، بالتالي 1 فعلى الاكس دايركشن انا ما في عندي بريسنج. شو الاكس دايركشن؟ اللي هو اتجاه الديفليكشن. فبالتالي 8000 على قيمه ار اكس اللي انا طلعتها من الجداول 165 فطلع الرقم 48.6. هلا على الواي دايركشن انا حاطط نقطه بريسنج واحده على نص البيم، فبالتالي بتصير القيمه عباره عن 1 في 4000 على 39.5 فبيطلع الرقم 101
من هاي بيطلع معي من الجداول 0.9 FCR 170 ميجا باسكال، وبعد عوضت 170 في المساحة هاي من الجداول، فبطلع الرقم عبارة عن 1436.5 كيلو نيوتن. هلأ هاي نسبتها معناها نسبة B ultimate من 5BN 100 على 1436 أقل من 0.2، لأنه إذا بتتذكر معادلات الكود بتفرق بين الأكبر من 0.2 والأقل من 0.2. بعد نروح على البيم أكشن، الأمبرس لينث 4 متر، البلاستيك لينث اللي موجود عبارة عن 1.99، والسلندر لينث عبارة عن 5.17. هاي يعني شغل بيمز، فأنا حاولت ما حطيتهم بتفاصيل، حطيت المعادلات بشكل نائي. فحسبت قيمة MB ZX في Y طلعت 324 كيلو نيوتن متر، MR 0.7 SX في Y طلعت 201 كيلو نيوتن متر، فعوضت على المعادلة FIMN حسب اللي هي الانتربوليشن، وضربت هون في 1.3. شيل 1.3، إذا بتتذكروا السيمبلي سبورتد بيم لما يكون في بريسنج في الوسط بتكون قيمة CB بتساوي 1.3 من الرسمات الجاهزة اللي أنا أعطيتكم إياهم في سلايد. فبيطلع قوة تحمل البيم 5N 288 كيلو نيوتن متر. هلأ هذا الرقم لازم أفحص بعد ما أضربته في CB إنه ما تجاوز الـ5MB، فحسبت 5MB طلعت 292، فبالتالي قيمة 5N 288 كيلو نيوتن متر. دكتور بس عند المية واحد مش الفاي اف سي ار إلها بتطلع 131؟ 131 هيك بالجدول. اوكي ممكن انا اكون مخربش. اوكي تمام، بس قسمي ل 131 على 248. 131 على 248 0.528. وال 170 على 248 0.685. بتوقع انه جوابك انت اقرب للصح، بس بتاكد منها. اوكي تمام ماشي. شكرا كثير عبد الله. عفوا. هلا اجينا حسبنا الكولوم اكشن والبيم اكشن، يمكن اكون انا ماخذها من جداول الجريد 50، انا عشان هيك بحاول افحص، بس على كلامك النسبه اللي انت اعطيتيني اياها جوابي يكون اقرب لانه يكون صح. تمام، فحسبنا الكولوم اكشن والبيم اكشن اللي هي قوته از كولوم وقوته از بيم. هلا برجع بعديها لاخر نقطه لانه بدي اللي هي عبارة عن البيم كولوم كباسج. هلأ لو حسبنا بي ألتمت على 5BN لو حسبنا مع بعض بعدين بي ألتمت على 5BN، فقيمة بي ألتمت 100 على 5BN 1436. يعني إذا زميلتكم تحكي إنه الرقم 131 فهذا الرقم حينزل ل 1000، وحيضل الرقم 0.1 يعني اقل من 0.2، ما حتتغير المعادله. في حاله بي التيمت على 5BN اقل من 0.2، فاذا بتتذكروا هاي المعادله اللي احنا كنا ناخذها بحيث انه احنا كنا نقسم البي التيمت على 5BN على 2، فلو عوضنا بالارقام حيطلع معي انه هاي قسمتها على 2 زائد المومنت 405 اللي هو سكند اوردر مومنت على ال 288، فبطلع الرقم عبارة عن 1.43 أكبر من 1، فبالتالي section is not adequate. هلأ هو جزء منكم ممكن مباشرة أول ما شاف أنه قيمة 5MN 288 وقيمة M ultimate 405 من البداية يحكي أنه not adequate، فيش داعي أنه يكمل المعادلة النهائية، لأنه أصلا المقطع غير قادر أنه يتحمل هذا الموضوع. على العموم حتى لو الملاحظة اللي حكيتها لزميلتكم بعدلها أنا بتأكد منها، حتى لو كانت valid لكن حيظل المقطع كمان not adequate. هلأ شو الحل؟ الحل انه احنا نزيد السايز للسكشن. ليش الحل انه احنا نزيد السايز للسكشن؟ بالدرجة هون انا طلع معاي انه قيمة 5MN للمقطع 288 بوجود CB طبعا، و 5MB 292، معناها انا لو حطيت pressing اضافية
فأعلى قوة المقطع بدي أوصلها بدي أرجعها ل 292. فبالتالي المقطع في كل أحواله حتى على الفول بلاستيك ما بيحمل الأحمال اللي موجودة عليه. فعشان هيك الحل بالنسبة لنا إنه إحنا نروح نكبر المقطع. الحل الثاني إني أنا أروح أقلل المومنت. هتسألوني مباشرة أنا كيف ممكن أقلل المومنت؟ يعني كلمة قلل المومنت مش منطقية، معناها شيل أحمال. أنا ممكن أقلل المومنت باستخدام إنه أنا أغير الباوندري كونديشنز تبعون البيم. شو يعني الباوندري كونديشن؟ بدل ما كان سيمبلي سبورتد أروح مثلا أعملها أعطيها فيكسيتي. فال 400 اللي موجودة عندي ممكن أوزعهم ل 200 في 200، 200 نيجاتيف مومنت و 200 بوزيتيف مومنت. وإذا هذا الحكي أنا قدرت أحققه فبصير هذا الرقم بدل ما أعوض هنا 405 بدي أعوض تقريبا 205. ففي هاي الحالة بيطلع معاي المعادلة أوكي. هاي بس بحكي لكم يعني إحنا كيف ممكن نحل المشكلة الموجودة عندنا. حل المشكلة دائما باستخدام البريسنج، أكبر المقطع، أغير الباوندري كونديشن، أو أحيانا أغير الزوايا إذا أنا مرتاح في الزوايا. بدل ما أنا عامل البيم هوريزونتال ممكن اعمله مايل زي الفريمز الموجودين في الصاله الرياضيه. خليني اشوف اسئلتكم وبعديها بدي اروح على السكند اكزام. اتفضل اسال مجدي. سامع دكتور، بالنسبه للمومنت اللي حكيت انه اذا بحط بريسنج بصير 262، كيف عرفت يعني بالضبط انه بصير 292؟ 292 90 سوري 90. اوكي. هلا بوجود نقطة بريسنج واحدة، بوجود نقطة بريسنج واحدة ال بي بتساوي 4 متر صح؟ اوكي. لو حطينا كمان نقطة بريسنج إضافية بدها تصير ال بي 3 متر، على المترين طلعت قوة المقطع 288. لما تقل بدها تزيد صح؟ صحيح. طب ما هو اصلا الفاي ان بي جنبها 292، فحتى لو زدت القوه وصارت 400 بس ما هو في عندي ليميتيشن على الفاي ان بي، فبالتالي الماكسيم نمبر اللي حيطلع بالنسبه لي عباره عن فاي ان بي اللي عباره عن 292. ماشي ترسل الميتين. فهمت انت شو قصدي؟ انه انا كل ما احط بريسنج بتزيد القوه، لكن ممنوع القوة حتى لو زادت زادت زادت.